يسعد مساكم يا جماعة للمرة الثانية. إحنا سكشن 2.6 اللي كنا نشرح فيه من شوي، اللي هو بيحكي عن الهوريزنتال أسمتوت والليمت عند الإنفينيتي. إحنا تقريبا يعني خلصنا المفاهيم، خلصنا النظريات والقواعد اللي فيه والنوت اللي فيه. هسه حاليا كل اللي رح نحكيه اكسرسايز، يعني أسئلة إنه إحنا كيف نحل، كيف نوجد الهوريزنتال أسمتوت الفيرتيكال أسمتوت. يمكن ما نخلص كل الأسئلة اليوم، فيمكن أحتاج كمان محاضرة لنغطي كل أفكار الأسئلة. فخلونا نبلش نشوف أول سؤال معنا، اللي هو بحكي لنا أول شغلة بده يعني نوجد الليمت لإكس تربيع ناقص 2X زائد 5 على إكس تكعيب ناقص 5X زائد 3 لما إكس بتقترب من المعلى نهاية. أول شغلة زي ما حكينا بنعوض تعويض مباشر. هسا أظن هسا لما تيجوا تعوضوا رح يطلع معكم ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، رح تصيروا تحكوا إنه ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية مش معرفة، شو بدي أعمل بهالحالة؟ هسا أنتوا هون من المقدار اللي عندكم هون تقدروا إنكم تطلعوا إكس، إكس عامل مشترك رح يضل عندكم. يعني لو أحكي لكم إكس رح يضل عندي إكس ناقص 2 زائد 5، صح؟ هيها إكس تربيع ناقص 2 إكس، أنا طلعت إكس عامل مشترك من هدول أول تنين، تحت رح أطلع إكس برضو من أول تنين اللي هي إكس تربيع ناقص 5 زائد 3. لو أجي أعوض رح يطلع معكم ما لا نهاية ناقص 2 ما لا نهاية ما لا نهاية في ما لا نهاية ما لا نهاية ما لا نهاية زائد 5 ما لا نهاية. نفس الحكي المقام رح يطلع عندكم ما لا نهاية، فما لا نهاية على ما لا نهاية كمية مش معرفة، عشان هيك أنا هون ما بزبط إني أعوض تعويض مباشرة. فعشان هيك لازم أعمل شغلات اللي هي حكينا إما ضرب مرافق إما إخراج عامل مشترك إما تحليل عوامل إلى آخره. فأنا هون لو بدي أجي أحكي لكم أنا بدي أطلع إكس تربيع عامل مشترك، تمام؟ انسوا هاي الشغلة بس للتوضيح إنه ليش حكى إنه ليش بيطلع عنا كمية غير معرفة. هسا أنا بدي أجي أطلع إكس مين؟ إكس تربيع عامل مشترك، رح يطلع معي الليمت إكس تربيع اللي هو رح يصف عندي واحد ناقص 2 على إكس زائد 5 على إكس تربيع. المقام بدي أجي أطلع منه إكس تربيع، هل صحيح أكبر قوة بالمقام إكس تكعيب، بس ليش أنا بدي أطلع إكس تربيع؟ يعني خلص عشان إكس تربيع ما إكس تربيع تروح ما يضل عندي إشي. فأنا باجي أطلع إكس تربيع من المقام رح يضل عندي إكس ناقص 5 على إكس زائد 3 على إكس تربيع. طبعا إكس بتقترب من مين؟ من ما لا نهاية. بنلاحظ إنه إكس تربيع مع إكس تربيع شو مالها؟ بتروح. فبما إنه في إشي شطب شوي بتطمن إنه رح تروح عند هاي الكمية غير معرفة، فرح يصفي عندكم الليمت لا 1 ناقص 2 على إكس زائد 5 على إكس تربيع على إكس ناقص 5 على إكس زائد 3 على إكس تربيع. هسا عوضه المالا نهاية 1 ناقص 2 على المالا نهاية 2 على المالا نهاية شو مالها؟ صفر. 5 على المالا نهاية صفر، إذا البسط رح يضل شو ماله؟ رح يضل فيه 1. نيجي لعند المقام ما لا نهاية ناقص 5 على المال نهاية 5 على المال نهاية صفر 3 على المال نهاية صفر، يعني رح يضل عندكم 1 على المال نهاية. يعني رح يضل عند الليمت لواحد على المال إكس تقترب من المال نهاية، فشو رح يطلع معكم الجواب؟ صفر، لأنه إحنا بنعرف من ضمن القواعد إنه 1 على المال نهاية بتساوي صفر. يعني جينا عوضنا بعد ما شطبنا طلع عندكم الواحد على المال نهاية والواحد على المال نهاية شو مالها؟ اللي هي بتساوي صفر. فهيك طلع معانا الجواب. نيجي نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني هو بده يعني السؤال هو إنه أنا بدي أحسب قيم الليمت، فهو من عدة أفرع. فهون بحكي لي بده أحسب له قيمة الليمت للجذر إكس تربيع زائد 1 ناقص إكس تحت الجذر لما إكس بتقترب من المالانهاية. عوضوا تعويض مباشر، مالانهاية زائد 1 مالانهاية تحت الجذر مالانهاية مالانهاية ناقص مالانهاية. طب إحنا بنعرف إنه مالانهاية ناقص مالانهاية كمية غير معرفة، فبالتالي هون شو بزبط أعمل؟ هون بزبط نضرب في المرافق، فتعالوا أضربوا بالمرافق. طبعاً المرافق حكينا إنه أنا بضرب بالمرافق لكن بس بغير إشارة الحد الأوسط، مش تحكوا هذا الحد الأوسط يعني أنا حغير الموجب أحطه سالب، لا، الحد الأوسط اللي هون اللي هو بين هاي وبين هاي سالب رح يصير ماله موجب. فركزوا بنضرب البسط والمقام، يعني هاي كأنها الليمت على 1، فبنيجي بنضرب فيه
جذر x تربيع زائد 1 زائد x على جذر x تربيع زائد 1 زائد x. هسه هاي شو رح يطلع معي؟ نيجي نضرب البسط، رح يطلع معي اللي هو الليمت ل x تربيع زائد 1 ناقص x تربيع على جذر x تربيع زائد 1 ناقص x، هاي زائد. لما x بتقترب ما لا نهاية، هاي مع هاي راحت، ضل عندي الليمت لواحد على جذر x تربيع زائد 1 ناقص x. لما x بتقترب من مين؟ من ما لا نهاية. عوضه، 1 على ما لا نهاية زائد 1، شو رح يطلع عندي؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. شوي أنا في عندي غلط، الآ زائد إكس، هاي زائد إكس، صح؟ في إشي انكتب شوية الشات، صح مركزة معي هند، ممتاز. المقام زائد، فهون المقام زائد، رح يطلع معي واحد على المالا نهاية زائد مالا نهاية، مالا نهاية زائد مالا نهاية، مالا نهاية، صح؟ رح يطلع معي واحد على المالا نهاية، اللي هي الجواب عنا بيساوي صفر. نيجي نشوف شو في عنا كمان. الفرع الثالث بده ياني احسب الليمت لإكس تربيع ناقص إكس لما إكس تقترب ما لا نهاية. هاي شو بتساوي؟ نفس الحكي، حنعوض تعويض مباشر، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية كمية مش معرفة. إذا إما بنطلع عامل مشترك، إما بنحلل، إما ضرب مرافق، اللي بنشوفه مناسب. فهون أنا بدي أجي أطلع عامل مشترك، فبنيجي بنعمل الليمت، لا أنا جد أطلع عامل مشترك، بدي أطلع الإكس، إكس لإكس ناقص واحد لما إكس بتقترب من ما لا نهاية، وأجي أعوض. رح يطلع معي، نيجي نعوض هسه تعويض مباشر، ما لا نهاية ضرب ما لا نهاية ناقص واحد ما لا نهاية، ما لا نهاية ضرب ما لا نهاية، يعني هيك رح يطلع معي المعوض الليمت للما لا نهاية في ما لا نهاية ناقص واحد ما إكس تقترب ما لا نهاية، يعني خلص أنا عوضت يعني من دون هاي. فما لا نهاية ناقص واحد ما لا نهاية، ما لا نهاية في ما لا نهاية، إحنا بنعرف إنه هو شو بيساوي، اللي هو بيساوي الما لا نهاية. إذا طلع معي الجواب ما لا نهاية. واضحة هاي كيف عملناها؟ إنه إحنا بالبداية لما عوضنا ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية مش معرفة، فجيت أنا طلعت عامل مشترك، يعني هون إذا بتلاحظوا ما في إشي شطب، يعني بس إنه شغلت إنه أنا طلعت عامل مشترك صار في عندي كمية معرفة، صارت عندي صار في عندي جواب، يعني ما في إشي شطب، فحليناها بكل بساطة. نشوف شو في عندنا كمان أسئلة. بحكي لي هون find example، سؤال جديد، find the horizontal asymptote and vertical asymptote of the function اللي هو f الـ x شو بيساوي؟ جذر 2x تربيع زائد 1 على 3x ناقص 5. بده يعني أوجد الـ vertical والـ horizontal، حلينا قبله من شوي زيه. خلينا نيجي نشوف، نبلش في الـ vertical asymptote. بدنا الـ vertical asymptote، الـ vertical asymptote زي ما حكينا وين؟ عند أصفار المقام، فثلاث x ناقص 5 بتساوي 0، يعني 3x بتساوي 5، يعني x اللي هي بتساوي 5 على 3، تمام. هسا إحنا شو بنيجي بنعمل؟ بعد ما نطلع قيمة الـ x بنيجي بنوجد الليمت لإلها، فالليمت للتنين x تربيع زائد 1 على 3x ماينس 5 لما x بتقترب من 5 على 3. تمام، تعالوا عوضوا 5 على 3، 5 على 3 لما تيجوا تعوضوها في البسط رح يطلع معكم أكيد أكيد عدد موجب، ليه؟ لأنه أصلاً الجذر بعطيني دايماً عدد موجب. نيجي للمقام، المقام لما تيجوا تعوضوا الثلاث على شوي، خدوا 5 على 3 من جهة اليمين، تمام؟ هسا لما تاخذوا 5 على 3 من جهة اليمين وتيجوا تعوضوا هون، ثواني إحنا شو حكينا؟ إحنا بلشنا ب 5 على 3 لحالها من دون من جهة اليمين، هسا هون لما انتوا تيجوا تعوضوا 5 على 3 البسط حكينا اكيد موجب، المقام عوضوا 5 على 3، 3 في 5 على 3 ال 3 مع ال 3 بيروح، فرح يصفي عندكم 5 ناقص 5، 5 ناقص 5 0، فعندكم عدد على 0 معناها الجواب اما موجب ما لا نهايه او سالب ما لا نهايه، تمام؟
فهون موجب أو سالب مال نهائي. هسا لو تيجوا تاخذوا 5 على 3 من جهة اليمين رح يطلع معكم موجب ما لا نهاية، بس لو تاخذوا 5 على 3 من جهة اليسار رح يطلع معكم سالب ما لا نهاية. فالخمسة على 3 إما موجب ما لا نهاية أو سالب ما لا نهاية. فبالتالي إذا هون في vertical asymptote عندها، إذا معناها x بتساوي 5 على 3 is vertical asymptote. تمام، نيجي نشوف طالب مني horizontal asymptote. بس أذكركم بالاقتران كيف كان، كان f x اللي هو بيساوي 2 x تربيع زائد 1 تحت الجذر على 3x ناقص 5. هسا احنا بدنا نوجد الهوريزونتال اسيمتوت. الهوريزونتال اسيمتوت زي ما حكينا بناخذ الليمت لما x بتقترب من ما لا نهايه، ولما مالها الليمت x تقترب من سالب ما لا نهايه. نيجي نشوف عند نبلش في ما لا نهايه. الليمت ل 2x تربيع زائد 1 على 3x ناقص 5 لما x تقترب من ما لا نهايه. أول إشي شو باجي بطلع؟ بطلع الـ x تربيع عامل مشترك، ليه؟ لأنه لو بدنا نعوض تعويض مباشر رح يطلع معكم ما لا نهاية على ما لا نهاية، وهي قيمة مش معرفة. فتعالوا شو تعملوا؟ اطلعوا عامل مشترك. فهون أنا بدي أطلع x تربيع عامل مشترك. مش تطلعوا x تربيع مباشرة برا الجذر، أنا بطلع x تربيع عامل مشترك من هدول الحدين، فرح تضل جوا الجذر، ما بطلعها مباشرة برا الجذر. فرح يطلع معي 2 زائد 1 على x تربيع، وتحت أنا بدي أطلع x عامل، أو ما بدي أطلع، بدي أخليها 3x ناقص 5. تمام، رح يصير عندي x تربيع 2 زائد 1 على x تربيع تحت الجذر على 3x ناقص 5 ما يقترب من النهاية. هسا هون انتوا بتعرفوا انه الجذر بتوزع على الضرب، فانتوا عندكم هون في البسط شو ماله؟ هاي اكس تربيع مضروبه في المقدار هون، فبقدر انا اوزع الجذر، يعني بقدر اخذ جذر هاي لحال في جذر هاي لحال، فبدي اجي اعمل هيك. اللي هي الليمت جذر اكس تربيع، جذر 2 زائد 1 على اكس تربيع على 3 اكس ماينس 5 لما اكس تقترب من النهايه، تمام؟ هي بلشنا نحل شغله شغله. هسا هاي بدي أخليها هون عشان نضل متابعين على الحال. هسا إحنا طلع معنا هيك آخر شغلة توصلنا لها هيك، صح؟ طيب مش إحنا بنعرف إنه الجذر التربيعي لإكس تربيع بيساوي القيمة المطلقة لإكس، إذا شو بنعمل؟ ليمت القيمة المطلقة لإكس 2 زائد 1 على إكس تربيع، وهون عندي 3 إكس ناقص 5 لما إكس تقترب من النهاية. طيب هسا احنا x بتقترب للما لا نهايه، اذا القيمه المطلقه لx اكيد شمالها راح تكون موجب x، صح ولا لا؟ يعني لانه اصلا لو تيجوا تعملوا اعاده تعريف للقيمه المطلقه x بتساوي صفر، الاكبر من صفر راح يطلع معكم x موجب، واللي اقل من صفر سالب x. فلما الx رايح للما لا نهايه اكيد هون راح نعوض x الموجبه. اذا شو بتلاقي عندي؟ الليمت لإكس زائد 2 زائد على إكس تربيع على 3 إكس ناقص 5 لما إكس شمالها بتقترب من مين؟ من المالا نهاية. هسا باجي بطلع الإكس من مين؟ من المقام عامل مشترك عشان تشطب. فرح أجي أعمل الليمت إكس 2 زائد 1 على إكس تربيع إكس 3 ناقص 5 على إكس لما إكس بتقترب من النهاية. في أنا عندي هون إشي شطب، هاي ما هاي بتروح. هسا بنيجي بنعوض، عوضوا ما لا نهاية. 2 زائد 1 على المال نهاية صفر. فإذا هون شو رح يطلع معي في البسط؟ جذر 2. طيب في المقام 3 ناقص 5 على المال نهاية، يعني 3 ناقص صفر، رح يطلع معنا الجواب جذر 2 على 3. إذا معناها في عندي الواي بتساوي جذر 2 على 3 is horizontal asymptote. شغل كلها على x تقترب من ما لا نهاية. طب أنا بدي أشوف لما x بتقترب من سالب ما لا نهاية، ما بدي أرجع أعيد الحل من أول، يعني ما بدي أرجع أطلع ال x تربيع عامل مشترك وأحكي إنه هي بتساوي قيمة مطلقة وأبصر شو. إحنا توصلنا آخر إشي شوي، وين القيمة؟ مش إحنا توصلنا
انه لما يطلع الاكس عامل مشترك اكس تربيع من البسط رح نتوصل لهاي الشغله. وحكينا من هاي الطريق من هاي الخطوه رح نتوصل لانه الليمت للقيمه المطلقه لاكس صح. بس انا لما تصير تقترب من سالب ما لا نهايه رح احط هذا القيمه المطلقه لاكس رح احط سالب اكس. عشان هيك انا ما بدي اعيد الحل من اول لانه لو عدت نفس الخطوات اللي مشينا عليها في البدايه. فهون رح اجي ابلش من هاي الخطوه اللي وقفنا هون اللي هي بده الليمت ثواني بس اكتب الاقتران كله 2 اكس تربيع زائد 1 تحت الجذر على 3 اكس ناقص 5 لما اكس تقترب من سالب ما النهايه. ليش ما بدي اعيد؟ لانه رح نعمل نفس الخطوات، رح اطلع اكس تربيع هون وبعدين رح اطلعها برا الجذر واحكي انه هي بتساوي قيمه مطلقه لاكس بعدين احط مكان القيمه المطلقه صح. عشان هيك هاي الخطوات ما رح اعيدها، رح انتقل مباشره لهاي الخطوه. بس لكن بدل القيمه المطلقه لاكس رح احط سالب اكس. ليه؟ اكس تقترب للسالب ما لا نهايه وحكينا نعيد تعريف القيمه المطلقه قيم اكس اللي اقل من صفر رح تكون مالها سالب. اذا هون رح احكي ان هي بتساوي الليمت القيمه المطلقه لاكس في 2 زائد 1 على اكس تربيع على 3 اكس ناقص 5 لما اكس تقترب من سالب ما لا نهايه. القيمه المطلقه في هاي الحاله بتساوي سالب اكس. اذا الليمت سالب اكس في جذر 2 زائد 1 على x تربيع هون بدي اطلع الاكس عامل مشترك رح يعطيني 3 على ماينس 5 في x لما x تقترب من المالي. هسا هون رح اشطر بس ما تنسوا السالب. هون هاي ما هاي بتروح بس ما بدنا ننسى اشاره السالب. قد الواحد على المال نهايه يعني 2 زائد 0 رح يعطيني سالب جذر 2 على 3 ناقص 5 على مال النهايه يعني 3 ناقص 0 على 3. اذا y بتساوي سالب جذر 2 على 3 horizontal. في حد عنده أي مشكلة بالسؤال أو كيف مشينا فيه أو أي خطوة مش واضحة أعيدها؟ تمام نيجي نكمل. ممتاز نيجي نشوف شو في عنا هون. بحكي لي هون بده اياني يعني احسب قيمه الليمت تان انفرس لاكس تربيع ماينس اكس قوه 4 لما اكس بتقترب من المال نهايه. تعالوا نفس الحكي نيجي نعوض ما لا نهايه تربيع ناقص ما لا نهايه قوه 4 كميه غير معرفه. فاذا شو بدي اعمل هون؟ بنصحكم بهاي الحالة يعني مر علينا من شوي سؤال الليمت لا كان أظن إكس تربيع ناقص إكس أو إشي زي هيك، فحكيت لكم طلعنا عامل مشترك وانحلت المشكلة من دون ما نشط بإشي. فهون نفس الحكي تعالوا طلعوا عامل مشترك. فبدنا نيجي نحل، رح نحل ليمت كان إنفرس رح أطلع إكس تربيع عامل مشترك رح يضل عندي واحد ناقص إكس تربيع بين قوسين لما إكس تقترب من المال نهاية. هسا بدنا نيجي نعوض اللي هي ما لا نهاية تربيع ما لا نهاية مضروبة في واحد ناقص ما لا نهاية. هسا هون بدنا نركز لشغلة مهمة اللي هي شوي بس تمام. هسا منيجي بنعوض الما لا نهاية زي ما حكينا رح يطلع معي ما لا نهاية تربيع لا نهاية ضرب واحد ناقص ما سالب ما لا نهاية. ديروا بالكم هون ما تنسوا انه واحد ناقص ما لا نهاية خلص مباشرة ما لا نهاية، لا هون اكس تربيع كأنه عندكم سالب اكس تربيع زائد واحد، مش هاي انا بقدر اكتبها بهاي الطريقة. فسالب اكس تربيع يعني سالب ما لا نهاية تربيع زائد واحد اللي هي سالب ما لا نهاية زائد واحد سالب ما لا نهاية. إذا هون رح يطلع عندكم ما لا نهاية سالب ما لا نهاية. فإذا tan inverse ما لا نهاية ليه؟ لأنه زي ما حكيت ناقص ما لا نهاية لكن كلي سالب ما لا نهاية تربيع زائد واحد. فهون إحنا بنهاية ضرب ما لا نهاية شو بتساوي؟ ما لا نهاية.
طب مثلا هي قواعد الأعداد 2 في 2 4، 2 في سالب 2 سالب 4، فهون ما لا نهاية في سالب ما لا نهاية راح يعطيني سالب ما لا نهاية، إذن tan inverse للسالب ما لا نهاية. وإحنا بنعرف إنه الليمت للتان إنفرس، الليمت للتان إنفرس للسالب ما لا نهاية أخذناها قاعدة اللي شو بتساوي سالب باي على 2. إذا بس هاي ركزوا عليها، إنه ما لا نهاية ضرب سالب ما لا نهاية ما بتعطيني ما لا نهاية، بتعطيك سالب ما لا نهاية. هديك يعني ما لا نهاية ضرب ما لا نهاية، ما لا نهاية ما لا نهاية في سالب ما لا نهاية سالب ما لا نهاية، يعني عادي. كيف قواعد الأعداد موجب في موجب موجب في سالب؟ بس هيك. حد عنده أي سؤال؟ تمام، إحنا هيك بنكون خلصنا جزء منيح من السكشن وجزء منيح من الأسئلة. فالمحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل اللي ضايل علينا من الأسئلة، وهم مش كثار يعني، بس يا دوب كم سؤال.